تفضل تفضل يا علي. شلونك شيخ وليد؟ حياك الله، تفضل. حياك الله، تفضل. يا ريت تسمعني من تليفون، بلاش الجهاز اللي شغال جنبك. تمام، مش سامعك، تفضل قطع معايا. شيخ وليد، انا عندي اشكالين يخصك، وسؤال ثالث لك. حضرتك اي اشكال هتطرحه هنجاوبه من الكتب الشيعيه. اي تمام، لا اكو اجوبه انت مجاوبها حسب جوابك، اريد افتهمها من عندك. ما في اشكال؟ تفضل. احد المتصلين سالك لماذا ترك النبي علي في فراشه واخذ ابي بكر معه، هل تذكر جوابك؟ اذكره. نعم، جعلته من الامام علي روبرت وهو يعلم الغيب وكذا، تذكر الجواب؟ اذكره بالحرف الواحد، وممكن اقوله لك تاني دلوقتي. بس هذا جواب ضعيف، اثبت لك. لا مش ضعيف يا حبيبي، انا ذكرته حسب المنهج الشيعي. بس خليني اجاوب، يعني اترجاك والاتصال يكون يبقى. اتفضل، بس يا ريت الله يبارك في عمرك، بس يعني خفض الصوت اللي جنبك شويه. تمام، انا مخفض. شيخ وليد، اولا من انت يعني علم الامام علي وعلم الامير علي بالغيب لا ينفي شجاعته وفضيلته، هو يدري اللي سواه. لا، علم الغيب ينفي الشجاعه، علم الغيب ينفي الشجاعه. اثبت لك علم الغيب ينفي الشجاعه. هو يعلم بافعاله، هو يعلم بافعاله شجاعته، هو ما لا يا استاذ شيء. لا يا استاذ، علم الغيب ينفي، علم الغيب ينفي الشجاعه. شيخ بس انت ضع شوف حضرتك، علم الغيب ينفي الشجاعة. أنا دلوقتي رجل أعلم الغيب، ولو دخلت معركة عارف إن أنا دخلت على معركة لن أصاب ولن أموت، يبقى فين الشجاعة هنا؟ مو أنا أصلا أنا سويت الأمور، كل شيء سويته أنا، فت المعركة وطلعت منها وأعلم بأحداثه، فما معناها أنا راح أغير أمور. حبيبي ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش. شيخ الآن أنا، معلش، أنا دلوقتي أعلم إزاي هضرب السيف، هضربه في الرقبة ولا هضربه في الرجل ولا هضربه فين؟ هضربه في حتة اللي قدامي ما يعرف هضربه فين، لكن أنا عارف هضربه فين، لأن أنا بضرب السيف بأمر من الله عز وجل. غلط شيخ وليد، غلط. فين يا ابني؟ مش أنتوا اللي نسبتوا؟ للأسف الشديد، اسمعني للأسف الشديد يا أستاذ، لو سمحت اسمعني، أنتم نسبتم علم الغيب المطلق لعلي بن أبي طالب، لذلك الآن أنتم ترقعون، دي اسمها ترقيع. ليه؟ شيخ، وإلا فالمسير، اسمعني بس، المسير ليس له فضيلة، المسير ليس له فضيلة، إنسان آلي. فين الفضيلة في الإنسان الآلي؟ شنو الفضيلة شيخ وليد؟ هو علم الغيب اللي جاي نحكي عليه. احنا مثلا أضرب روحي بجاوب بالامتحان، ماشي، انا اضرب روحي اجاوب بالامتحان، غير لان قاري وغير قريت وجاوبت بيه. يا استاذ دلوقتي هناخد الامتحان، هناخد الامتحان، اسمعني، هناخد الامتحان دلوقتي. علي بن ابي طالب لو دخل امتحان هيبقى عارف الاجابه ولا مش عارفها؟ هتقول راح يروح. غلط، مو هذا المقصود بالغيب اللي انت جاي تحكي عليه. حبيبي ما تقول لي غلط، اجيب لك دلوقتي باب أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم شيء. ده باب في الكافي. أنا أشكل على جوابك السخن. يا باشا، ما جوابي أنا واخده من عندك، يبقى تشكل على نفسك أنت. يبقى الأول ثبت العرش ثم انقش. هل علي بن أبي طالب غيب محدود؟ يعني لا يعلم الغيب المحدود أم يعلم الغيب المطلق؟ المحدود. المحدود؟ كتبك بتقول يعلم الغيب المطلق. المحدود. انا اول ما فتت لك سكت لك، انا قلت لك جاي اشكل بجوابك لو جاي اشكل بكتبك. يا استاذ، ما انا اخذت جوابي من الكتب بتاعتك، انا بنيت جوابي على الكتب بتاعتك. علي بن ابي طالب عندما نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا واقعيين اهو وفي صلب المساله، علي عندما نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يعلم انه سيقتل ام كان يعلم انه لن يقتل؟ ليعلم ما حدث بوقت هو
يعرفه يعلم أنه سيقتل أم يعلم أنه لن يقتل؟ قطع راح الغرفة اللي ما فيها الشبكة. طب نسأل سؤال تاني، هل كان علي بن أبي طالب من الممكن أن يقتل في فراش النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ تقول قطع. ألو، هل كان علي بن أبي طالب يعلم أنه سيقتل أم يعلم أنه لن يقتل؟ هسه انت جاي تسمعني؟ صوتي واضح؟ صوتك واضح. اطلع من الاوضه اللي ما فيهاش شبكه. السؤال الاول تسال السؤال، يعني السؤال الاول قلت لك صوت ما وصلني، خليني اجاوبك. تفضل. قلت لك هو يعلم الغيب وبوقت هو يسوي هذا الفعل. حبيبي انا مش عايز الاجوبه الخنفشاريه، انا سالتك سؤال واضح وصريح. لا مو خنفشاري. هل علي بن ابي طالب عندما نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه سيقتل أم كان يعلم أنه لن يقتل؟ لما تبقى حضرتك لما تبقى عندك انترنت قوي يبقى تعال. شكرا ليك.